بفترة ثانية نتجمع أنا وصديقاتي، وأفضل مكان نختاره يكون البيت. من أهم أساسيات جمعتنا هي القهوة التركية. الورد أحب يكون متواجد لأنه يعطي حياة ولون للمكان. اختلاف الأطوال جدا مهم بأي طاولة للجمعات، لأنها تسهل وصول الشخص لكل شيء. دائما ناخذ بعين الاعتبار اختيار نوع الكاكاو، لونه وشكله، وأكيد طعمه مهم، ونحاول نرضي جميع الناس الموجودة ونخلي الخيار أكثر من واحد. وما ننسى الشم، لأنه من الإكسسوارات المضيئة والمهمة لتجميل أي طاولة.